السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا أرحم الراحمين. أنهينا الحديث عن أركان الصلاة، واليوم حنتكلم إن شاء الله عن مبطلات الصلاة، الأشياء التي إذا فعلها الإنسان في صلاته تبطل صلاته. ومن مبطلات الصلاة الكلام الذي هو من كلام الناس. إذا تكلم الإنسان في صلاته بحرفين أو بحرف مفهم فسدت صلاته. لو تكلم الإنسان بحرفين ذاكرا أنه في الصلاة فسدت صلاته. إذا تكلم بحرفين، كأن قال، ولو كان الحرفين اللي ذكرهم مش من الحروف المفهمة، لو حكى حرفين مش مفهمات تبطل صلاته. أو بحرف مفهم. كيف يعني حرف مفهم؟ شو يعني حرف مفهم؟ يعني كما يقال مثلا قي، يفهم من قي، هذا يقال عنه حرف مفهم، لأنه يفهم من قي الأمر بالوقاية، يفهم من فيه الأمر بالوفاء. مثلا لو واحد وهو في صلاته قال قي أو فيه مثلا، هذا يقال عنه حرف مفهم فسدت صلاته، إذا كان ذاكرا أنه في الصلاة. إذا كان ذاكرا أنه في الصلاة وتكلم بحرف مفهم أو حرفين مش ولو مش مفهمات، يعني حتى لو ما كانوا مفهمات، صلاته فاسدة، صلاته بطلت. لذلك قال العلماء تبطل الصلاة بالكلام بحرفين أو حرف مفهم إلا إن نسي وقل. إلا إن نسي وقل، شو يعني إلا إن نسي وقل؟ معناه إذا كان ناسيا أنه في الصلاة، نسي فتكلم في صلاته وكان كلامه قليلا مع النسيان فلا تبطل صلاته. يعني إذا تكلم في صلاته وكان ناسيا وكان الكلام قليل لا تعتبر الصلاة باطلة، فيكمل هذه الصلاة، ما بيقطعها وبرجع بعيد، لا يكمل. إذا كان ناسي وكلامه قليل، ناسي معروف نسي، مش قد يحصل مع الإنسان أن ينسى أنه في الصلاة، مرات بينسى الإنسان. مثلا هلا دخل واحد قال السلام عليكم، فنسي تماما أنه في الصلاة، فقال وعليكم السلام ورحمة الله، ثم بعد أن أنهى هذه العبارة تذكر أنه في الصلاة، وعندما تلفظ برد السلام كان ناسيا أنه في الصلاة. شو الحكم؟ ناسي والكلام قليل بيكمل صلاته، لا تعتبر باطلة، لا تعتبر باطلة، لأنه كان ناسيا وكان كلامه قليلا. طب شو هو ضابط الكلام القليل؟ شو هو ضابط الكلام القليل؟ يعني لأنه إذا تكلم في صلاته ناسيا وكان الكلام كثيرا فسدت الصلاة، بطلت الصلاة. يعني بده يكون فيها شرطين عشان ما تبطل، كان ناسي واحد، واثنين الكلام كان قليلا. شو هو الضابط؟ كيف نعرف أنه تكلم بكلام قليل أم تكلم بكلام كثير؟ إذا تكلم بست كلمات عرفية فأقل فالكلام عندئذ يكون قليلا، يعتبر قليلا. أما إذا تكلم بأكثر من ست كلمات عرفية
فالكلام عندئذ يكون كثيرا فالصلاة تبطل حتى لو كان ناسيا. طيب شو هي الكلمات، الكلمة العرفية ضبطوها بالكلمة العرفية؟ الكلمة العرفية هي التي يفهم منها المعنى. الكلمة العرفية هي التي يفهم منها المعنى. كيف يعني يفهم منها المعنى؟ يعني لو واحد كان ناسيا أنه يصلي، أنه في الصلاة، فقال وهو في الصلاة مع نسيانه، قال لشخص مثلا: اذهب إلى السوق واشتري لي خبزة ثم ضعه في البيت وسلم لي على جدك. هذا الكلام أقل من 6 كلمات عرفية. هذا كلام يعتبر إيش؟ يعتبر كلام قليل. فلا تفسد الصلاة مع النسيان إذا تكلم بهذه الكلمات، بهذه العبارات. هاي أقل من 6 كلمات عرفية. هلأ شو قلنا تعريف الكلمة العرفية؟ التي يفهم منها المعنى. فما تعد أنت اذهب إلى السوق واشتري لي خبزة ثم ضعه في بيتك وسلم لي على جدك، صار 14. لا، الكلمة العرفية التي يفهم منها المعنى. يعني اذهب إلى السوق، هاي تعتبر شو كلها؟ كلمة عرفية. متى فهم المعنى؟ عندما وضح له فقال اذهب إلى السوق. أما اذهب لحالها ما فهم المعنى. إلى مع إلى، اذهب إلى السوق عرف المعنى، فإذا يقال عنها كلمة عرفية. كلمة عرفية، هذه الكلمة العرفية التي يفهم منها المعنى. هو قال، هلأ إحنا شو قلنا؟ الكلام القليل 6 فما دون، أكثر من 6 كلمات عرفية شو بكون؟ يعتبر الكلام كلام شو؟ كثير. كلام كثير. طيب هو قال اذهب إلى السوق واشتري لي خبزة ثم ضعه في بيتك وسلم لي على جدك، كم كلمة عرفية؟ 4. فيعتبر هذا من الكلام القليل. فإذا كان، إذا كان ذاكرا وقال وتكلم بكلام قليل، شو حكم؟ حكم صلاته فسدت الصلاة. وإن كان ذاكرا أنه وإذا كان ناسيا وتكلم بهذا الكلام القليل لا تفسد. طب إذا كان ناسيا وتكلم بأكثر من 6 كلمات عرفية، شو الحكم؟ فسدت الصلاة معك حتى لو كان ناسيا. إذن في صلاتنا نحن لا نتكلم بكلام الناس. ذكر الله في الصلاة لا يبطله، الدعاء في الصلاة لا يبطله، الذكر الدعاء هذا لا يبطل الصلاة. يعني لو أنت لو قلت وأنت في الصلاة وأنت في السجود أو في غير السجود: اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري واشرح لي صدري ووفقني لما تحب وترضى واجعلني من عبادك الصالحين ويسر لي أن أعمل عملا حلالا وارزقني رزقا طيبا وارزقني زوجة صالحة، كونه الأغلب مش متزوجين كمان يعني، أو اللي عباله يثني. يا ريت لو توقف زقزقة يا معلم، خلاص يعني إذا في مجال. وصرت تدعو، دعوت وأنت في الصلاة بتيسير الأمر وتيسير أمر معين والنجاح في الدراسة ونحو ذلك، هذا بيأثر على صحة الصلاة؟ لا، الدعاء في الصلاة لا يبطل الصلاة، بالعكس الرسول عليه الصلاة والسلام حثنا على الإكثار من الدعاء أثناء السجود، أليس كذلك؟ إذن الدعاء لا يبطل الصلاة وذكر الله لا يبطل الصلاة. يعني لو أنت في الصلاة قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، شو الحكم؟ صلاتك صحيحة. لو قلت لا حول ولا قوة إلا بالله يجوز، هذا ذكر الله، ذكر الله لا يفسد الصلاة. كذلك لو قال الإمام قرأ
سورة التين. ما هي آخر آية في سورة التين؟ شو آخر آية؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أنت إن كنت مأموما ماذا تقول عقب قول الإمام أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. أنت تقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، تحكيها وأنت في الصلاة. هل تبطل، هل هذه العبارة تبطل الصلاة؟ لا، لا تبطل الصلاة. أما لو دخل واحد قال السلام عليكم، قلت له عليكم السلام، لا تبطل الصلاة إلا على التفصيل اللي ذكرنا إن كان ناسيا، يعني هذا يعتبر من كلام الناس. حتى لو كان رد سلام، خاطبت إنسانا، خطاب الإنسان إذا خاطبت شخصا قلت له عليكم السلام فسدت الصلاة، بطلت الصلاة. أو واحد بده يطلع، كان مثل بعض الستات الكبار بتكون بيكون ابنها بده يطلع ولا حفيدها ولا كذا، مرات هلأ في ناس بيرفع صوت، يرفع صوته في القراءة، هذا لا يفسد الصلاة، لا يبطل الصلاة. لو عمل له إشارة هكذا ابقى من غير أن يتكلم لا تفسد الصلاة. أما لو قالت له خليك يما بدي إياك شوي، خليك ما تطلع ما تطلع، وبعديها بتكمل، لا ما بتصح الصلاة، تكلمت في صلاتها ففسدت الصلاة. لو واحد قال لك وأنت تصلي السلام عليكم السلام عليكم، ما بترد عليه بعد الصلاة، لا بعد الصلاة. مثل واحد كان في المسجد فرن تليفونه رد، قال له أنا عم بصلي، قال له هو بس قال له عم بصلي وبطل بالصلاة، خلص فسدت الصلاة، بطلت الصلاة، وسكر الخط على أساس أنه كمل، يعني هاي الصلاة باطلة، بطلت صلاته وما صحت. إذن ذكر الله في الصلاة لا يبطله، الدعاء في الصلاة لا يبطله، ولو دعوت في صلاتك لإنسان فقلت وأنت في صلاتك اللهم اغفر لأخي محمد مثلا، ويسر له أمره، يجوز. دعوت له في صلاتك ما في ضرر، دعوت لنفسك، دعوت لغيرك، دعوت لأهلك، يجوز ولا تبطل الصلاة. لا تدعو له بصيغة المخاطبة، ما بتخاطبه هو، يعني إذا واحد مثلا عطس فقال الحمد لله وهو في الصلاة، شو هو، لا الحظ شوي، إذا واحد عطس هو بيصلي عطس فقال الحمد لله يجوز ولا تبطل الصلاة، لأنه قول الحمد لله هذا من ذكر الله، فإذا لم تبطل صلاته. ولكن إذا كان يقرأ الفاتحة فوصل إلى اهدنا الصراط المستقيم، عطس فقال الحمد لله، يستأنف. شو يعني يستأنف؟ برجع من البداية، برجع من أول سورة الفاتحة. فإذا ما قال الحمد لله يكمل، إن قال الحمد لله يستأنف. طيب إذا قال الحمد لله المأموم عم مش واحد قاعد، لا واحد عم بيصلي وراه، فقال له يرحمكم الله، فسدت صلاة المأموم، بطلت صلاة المأموم. مع أن طب إذا واحد قال لك طيب هيو أنت قلت إنه الدعاء في الصلاة لا يبطله، وهو دعا له قال يرحمكم الله، ليش كيف بتقول الدعاء لا يبطل الصلاة وهي دعا له للإمام لأنه عطس وقال الحمد لله فشمته وقال يرحمكم الله، ليس هذا دعاء؟ لما بطلت صلاته؟ بنقول له لأنه خاطبه، لأنه خاطب هذا الشخص، فهنا تبطل الصلاة. أما لو دعا له من غير خطاب له لم تبطل الصلاة. لو قال مثلا رحم الله فلانا، رحم الله فلان، سمى اسمه بس ما قال له يرحمكم أنتم، عم بخاطبه هو، لا قال رحم الله، فيها خطاب للشخص، رحم الله فلان، هيك ما بتبطل. أما إذا قال له يرحمكم الله فسدت صلاته. طيب إحنا في صلاتنا بنقول السلام عليك أيها النبي، طيب إذا واحد قال لك هاي فيها صيغة خطاب ليش ما بتبطل؟ نقول له هذه من الألفاظ الواردة في الصلاة فلا تبطل الصلاة بذكره.
واضح لهنا؟ إذن من مبطلات الصلاة الكلام ولو بحرفين أو بحرف مفهم إلا إن نسي وقل. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أو الشيء الثاني الذي يبطل الصلاة والأكل والشرب في الصلاة يبطله. إذا أكل الإنسان أو شرب وهو في الصلاة بطلت صلاته، وأيضا قال العلماء إلا إن نسي وقل. أحيانا قد ينسى الإنسان وهو في صلاته أنه في الصلاة فيأكل شيئا كان قد عرق بين أسنانه فابتلعه مع نسيانه أنه في الصلاة. لو كان ذاك في الصلاة تبطل، لو ناسي وهذا كان قليلا ما بتبطل صلاته، يكمل. كذلك في الشرب أحيانا قد يكون شيئا قد علق بلسانه ما تمضمض، عشان هيك إحنا دائما بنحكي للشخص إذا أكل أو شرب، وخاصة في أشياء بس يشربها الواحد بتعلق، بيبقى الطعم وليس التكيف، يبقى الطعم موجود. حتى لو يعني لو بسق يجد شيئا مجتمعا مع الريق من الشيء الذي شربه، إن كان بنا أو كان عصير فيمتو لأنه قوي كثير، فبتلاقيه بيعلم ما تمضمض وقام صلى. إذا بلعه تبطل صلاته لأنه لم يبلع ريقه الخالص، وإنما ابتلع معه أيضا هذا الشيء الذي كان قد شربه. أما إن كان ناسيا، نسي أنه في الصلاة، ولو كان ذاكرا لما فعل ذلك، لا تبطل صلاته. هذا حكم ثاني. حتى لو سمسمة يعني؟ لو سمسمة كيف في الصيام مثلا؟ اللي بدخن، اللي بدخن إذا دخن بالصلاة؟ مش بالصلاة، لعام دخن دخن لسه يتمضمض. عودوا أنفسكم على هذا الأمر، المضمضة قبل الصلاة، السواك قبل الصلاة. والسواك يعني بالإضافة إلى هذه الفوائد، صلاتين ركعتين بسواك خير من 70 ركعة غير سواك. فيحتاط لها الأمور، يعني ما في إشي صعب، اتمضمض استاك صلي. لأنه عادة الواحد بيكون يعني كثير مرات بيصير معه بيكون هلأ شارب، هلأ ماكل، هلأ مش عارف شو، وفورا قام صلى. قبل ما تقوم تصلي روح تمضمض خوفا من أن يحصل منك ذلك. هلأ لو صارت معك وانت بالصلاة كان إشي معلق بين أسنانك نزلت، طلع يعني طلعها، ما بتبلع. إذا بلعتها مع ذكرك أنك في الصلاة بطلت الصلاة. اللي ذكرته هذا اللي بعرفه أنا. الثالثة، كذلك تبطل الصلاة بالفعل الكثير وهو ما يسع قدر ركعة من الزمن. وقيل هذا قول آخر، في قولين في المسألة، وقيل 3 حركات متواليات. إذا تحرك الإنسان في صلاته يعني فعل فعلا كثيرا، عمل حركات متواليات، صدر منه حركات متواليات، عمل حركات متواليات وراء بعض. بعض العلماء من قال إذا كان هذه الحركات المتواليات تسع قدر ركعة من الزمن، قدر ركعة، الركعة قدرها العلماء بكم تقريبا؟ بنحو دقيقة، لا الركعة الكاملة هذه كم؟ طمأنينة، قدر الطمأنينة. أما الركعة قدرت بنحو دقيقة، فإذا على قول هؤلاء العلماء، وهذا هو الأقوى دليلا، بأن الإنسان إذا تحرك في صلاته حركات متواليات بقدر ركعة، بقدر ركعة من الزمن، حركات متواليات بقدر ركعة، شو قالوا؟ فسدت صلاته. وبعض العلماء من قال، بعضهم من قال إذا تحرك الفعل الكثير الذي يبطل الصلاة إذا تحرك بثلاث حركات متواليات، مش قدر ركعة لا بس 3، تبطل صلاته. يوجد يعني هذا قول وهذا قول، بعض العلماء من قال هكذا وبعض العلماء من قال هكذا.
فالإنسان احتياطا يعني ما يعمل يعني ما يتحرك مثلا ثلاث حركات متوالية. ولو أخذت على القول الأول الذي هو أقوى دليلا يجوز أيضا. هلأ حركة الإصبع مع استقرار الكف، الكف مستقر والإصبع يتحرك. هلأ مش في ناس، هلأ احنا قلنا المرة الماضية عند التشهد تبقيه ثابتا من غير حركة، وإنما الرفع يكون عندما تقول إلا الله بالشهادة، ثم تنزل الإصبع في آخرها آخر صلاة، مش بتنزله بس. في ناس لا، بيظل طول الصلاة طول الفترة هاي عم بيحرك الإصبع. بعض العلماء قالوا إذا فعل ذلك الإنسان، يعني إذا حرك إصبعه ما استقرار الكف لا يؤثر على صحة الصلاة. كذلك تحريك الجفن لا بنية اللعب لا يؤثر على صحة الصلاة، يعني لا يبطل الصلاة. بس بعض الناس كثير حركة، تلاقيه هو بيصلي عمل هيك رد هون ولف من هون وعمل هيك وسوي هيك ومش عارف شو، بيظله حايص. مش في ناس يقول لك وسواس، يقول لك انا موسوس بالصلاه. بدك تتعلم علم الدين وتطبق الاحكام. يميز واحد هو موسوس ولا هو بتقول له هو كثير حركه بده يضبط هاي الاحكام عشان يعني يصلي صح. واللي ما بيتعلم مبطلات الصلاه قد يعمل مبطل وهو مش عارف، ما تصح صلاته، ما بتصح الصلاة. هي الواحد بس بقول لك احنا هينا بنصلي. عمرك تعلمت اركان الصلاة؟ ما عمره تعلمها. مبطلات الصلاة؟ ما عمره تعلمها. شروط صحة الصلاة؟ ما عمره تعلمها. فهذا غالبا يعني كيف بده يكون يجيب الصلاة صح وهو مش معلم كيف احكامها؟ كيف بده يضبط ويعرف حاله انه ما عمل ولا مبطل من مبطلات الصلاة؟ ما حيضبط الا بالعلم. كيف بدنا نعرف؟ هي بتحذر الواحد بيعرف مبطلات الصلاة؟ لا، بده يتعلم شو هي المبطلات يجتنبها وخلص. فإذا من مبطلات الصلاة الفعل الكثير، وهو ما يسع قدر ركعة من الزمن، وقيل ثلاث حركات متواليات. أربعة، والحركة المفرطة، الحركة الواحدة المفرطة أيضا تبطل الصلاة. كيف يعني الحركة المفرطة؟ قالوا كالوثبة، كأن مثلا واحد قفز وهو في الصلاة، قفز، هذه حركة واحدة، يعني لا مع أنه ما يعني ما تحرك بمقدار ركعة من الزمن ولا ثلاث حركات متواليات، هاي لو كانت واحدة بتبطل الصلاة، هذه القفزة هذه تبطل الصلاة. هاي تختلف عن الحركات، لو قفز وهو في صلاته بطلت صلاته، ولو كانت قفزة واحدة بطلت الصلاة. هاي شو بيسموها العلماء؟ الحركة المفرطة، الحركة المفرطة. والحركة الواحدة للعب، والحركة الواحدة للعب. هنا برضو نفس الاشي، لو ما كانت ثلاث حركات متواليات، لو ما كان بمقدار ركعة من الزمن، لو كانت واحدة فقط تبطل الصلاة، لأنها بنية اللعب، لأنها بنية اللعب، لأنه يعني تحرك بهذه الحركة لأجل اللعب. ما عم نحكي عن مثلا مرات قد تلاقي طفل ابنك قدامك هيك مبتسم بيطلع عليك وانت بتصلي، فإذا ابتسمت هذه لا تبطل الصلاة. أو إذا مر ولد وكاد أن يقع فسندته أو وضعت يدك على رأسه ما بتبطل الصلاة. أما إذا كانت الحركة التي تحركتها بنية اللعب تبطل الصلاة. يعني في فيديوهات بيصير الناس تضحك عليها أنه ناس بتصلي وراح وقع وراح عمله، بيكون بيقول لك عم بمزح، بيكون عم بيصلي مثلا مر واحد راح مدله رجله هيك وبيصلي حط له رجل هيك وقع. هذه الحركة لأي شيء فعلها؟ للعب. أو عم بيصلي راح ضربه هيك وكمل، هذه للعب بطلت الصلاة. الضحك في الصلاة ذكر يعني عند الحنفية يبطل الصلاة والوضوء.
الضحك الذي هو بصوت، بده يدير باله الواحد كمان. عند غير الشافعي، عند الحنفية. إذا قلنا والحركة الواحدة للعب، هذه من مبطلات الصلاة. اليوم كثير من الناس حتى ما عنده خشوع في صلاته، فصار يعني ما في خشوع، وفوق هيك كمان جاي تلعب ما تزبطش. وكذلك بنية قطع الصلاة تبطل الصلاة. إذا واحد نوى أن يقطع صلاته، نوى أن يقطعها، شو صار بالصلاة؟ بطلت. نوى أن يقطعها ولو قال بعد ذلك في قلبي لا ما بطلت، بمجرد أن نوى قطع الصلاة بطلت الصلاة. أو حكم آخر أيضا قال ويبطل الصلاة، تبطل الصلاة إذا علق قطعها على حصول أمر. إذا علق قطعها على حصول أمر، تلاقي واحد عم بيستنى تليفون من برا، وحايص ورايح وجاي وبيستنى هالتليفون يرن، ما رن التليفون، بده يصلي، فصلى. ثم ماذا في قلبه؟ قال مثلا إذا رن التليفون بقطع وبرد، إذا رن التليفون بقطع وبرد، إذا ما رن أين كملت؟ فهو علق قطع الصلاة على حصول أمر، دق باب، رن التليفون، مش عارف شو، فبيكون هو عم يعني نوى هذا الشيء، علق قطع الصلاة على حصول أمر، فصلاته باطلة، بطلت الصلاة، سواء حصل هذا الشيء أم لم يحصل. يعني خلينا نقول ما رن التليفون وكمل للأخير وسلم، هاي الصلاة كلها باطلة. ليش باطلة؟ لأنه بمجرد أن علق قطعها على حصول أمر فسدت صلاته. حكم آخر أيضا من مبطلات الصلاة قال العلماء أو تردد فيه، ما كان نوى قطعها ولا علق، رن التليفون وهو بيصلي مثلا، فتردد بين الأمرين، أقطع بقلبه صار يقول أقطع لا أقطع، أقطع لا أقطع، بطلت صلاته، تردد بين الأمرين. وكذلك من مبطلات الصلاة أن يمضي ركن مع الشك في نية التحرم، أو أن يطول زمن الشك. إذا واحد مثلا في الصلاة شك في نية التحرم، نويت ولا ما نويت؟ مرات بتصير، قد يحصل مع الإنسان إنه يشك إنه أنا نويت ولا ما نويت. مش الصلاة لابد فيها من النية، مثل ما ذكرنا بالدرس الماضي أو اللي قبله إنه من أركان الصلاة النية، ولابد فيها من التعيين، فبدك تعين أي صلاة. كمان واحد شك نويت ولا ما نويت، شو الحكم هون؟ إذا كان مضى ركن مع الشك في نية التحرم بطلت الصلاة، مضى ركن أو طال زمن الشك. يعني لو قرأ الفاتحة كلها مثلا وبعده أو طال زمن الشك، كأن قرأ معظم ذلك، أو كان يقرأ في سورة فحصل الشك، سورة البقرة مثلا، يعني وبقي شاكك، هون بده إيه؟ برجع ببلش من أول وجديد، ما بتصح، تبطل الصلاة. أو شك هل نويت ظهرا أم عصرا مثلا، هذا أيضا من مبطلات الصلاة. أما إن تذكر ولم يطل زمن الشك، فتذكر أنه قد نوى قبل أن يطول زمن الشك، قبل أن يمضي ركن تذكر أنه نوى، شو بيعمل هون؟
يكمل صلاته. هلا بعض الناس هاي كثير بتصير مع الناس، فنبهوهم. بعض الناس إذا فسدت صلاته، بطلت صلاته، كان فعل شيئا مبطلا للصلاة، أو مثلا انتقض وضوءه، لأنه هذا من مبطلات الصلاة. إذا الواحد انتقض وضوءه في الصلاة يكمل؟ لا يكمل. كان أخرج ريحا وهو يصلي، خلص بطلت الصلاة، روح بتوضى وبرجع من أول وجديد، مش برجع بيكمل. بطلت بالثانية برجع بيكمل ثالثة والرابعة، لا، ما في إنه تعمل يعني وقفت برجع وبرجع بكمل، لا، بدك تعيد من أول وجديد. بعض الناس ماذا يفعل إذا انتقض وضوءه وهو يصلي؟ بده خلص بده يروح يتوضى ويرجع يعيد. فشو بيعمل؟ بيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بقول ايش بتسوي؟ السلام يكون في اخر الصلاة. هلا انت فسدت صلاتك، بطلت هذه الصلاة، فايش اللي بتسلمه؟ اين ورد هذا؟ خلص مجرد ما انتقضت الصلاة، بطلت الصلاة، انتقض الوضوء، شو بتعمل؟ انت ما عم تصلي، خلص روح. هذا السلام لا عبرة به، لان السلام شرع في اخر الصلاة، في الصلاة، ليس اذا بطلت. نعم، هذه هي مبطلات الصلاة، هذه هي مبطلات الصلاة، فلا بد من معرفتها حتى يعرف الشخص كيف يصلي وماذا يفعل إذا حصل معه أمر. لأنه كثير من الناس بيصير معه شغلة ما بيعرف هاي بتبطل ولا ما بتبطل، بروح بقول احتياطا بوقف وبرجع بعيد. طب وإنت إذا قطعت الفرض بلا عذر وقعت في الذنب، لأنه يحرم قطع الفرض بلا عذر، حرام، لا يجوز أن تقطع صلاة الفرض، ليس النفل وإنما صلاة الفرض، حرام عليك أن تقطعها بلا عذر من الأعذار الشرعية. هلأ في عندك عذر، الصلاة ما بطلت، هلأ هديك عم نحكيهم، إذا صدر منه الواحد صار معاه شيء بطلت صلاته، بطلت الصلاة. أما ما بطلت صلاة روح أنت تقطعها بدون عذر من الأعذار الشرعية، عليك معصية. إذا كنت عم بتصلي صلاة مفروضة، صلاة الفرض يحرم قطعها إلا إن كان لعذر، كأن وجد مثلا واحد وهو عم بيصلي، لقيت ابنك مدندل حاله من شباك بدوزت حاله، أو ماسك السكين عم دخلها بتمه، عبين إذا بتقول لا ما بقطع صلاتي عبين ما أخلص راح الولد. فهون شو بتعمل؟ مباشرة بتروح وبتنقذه، ولا بتيجي السلام عليكم، لا، روح انقذه مباشرة. وانا منقول عليه معصية؟ ما عليه معصية، لأنه هذا يعتبر من الأعذار الشرعية. واحد مرة قال لي والله بعرف واحد شيخ، لا مش بس بالنسبة له، مش بس شيخ، لا، شيخ يعني اكسترا، شو ماله هذا اللي بالنسبة له شيخ؟ قال يا رجل احترق ابنه قدامه ما رضي يقطع الصلاة. قلت له هذا بفهمش، هذا هذا لجهله بالأحكام، بالعكس انت ابنك بنحرق ما تنقذه يا رجل؟ الله أكبر، أكيد بالشرع بنقذ ابني، هذا حكم، كيف بتكمل وما بتنقذ ابنك؟ هو بالنسبة له شو اعتبرها؟ انه متدين جدا اللي بيعمل هيك. لا مين قال لك انه هذا اللي بيعمل هيك هذا بيكون من قوة ايمانه؟ لا مش هيك الموضوع، سبحان الله. الذين كانوا على قوة الايمان كانوا يخشعون بصلاتهم خشوعا كبيرا، يعني بتلاقيه لو سمع اي يعني لو كان في حواليه دوشة، في ناس بتحكي، ما بتلاقيه يعني بعد الصلاة لا يعرف ماذا قالوا، لانه خاشع في صلاتي. هلا في ناس تلاقيه بيقوم بيصلي وانتو قاعدين بالغرفة اللي بجنبها، بيرجع بقول له قبل شوي انت حكيت واحد اثنين، والتفصيل بعطيك اياها، بس انا كان عندي تعليق فكرت وانا بصلي بالنسبة للموضوع هذا بنرد عليه بواحد اثنين ثلاثة اربعة، اوه انت مركز معانا، فبطلع مركز اكثر من الشخص اللي قاعد قباله عم بسمع له اللي ما عم بيصلي، مركز تماماً.
حتى في ناس إذا بده يطلع بتخطيط بحل بوين بيفكر بدخل بالصلاة وبيسرح إيش بده يعمل اليوم وشو فيه الإغراض اللي بده يجيبها للبيت ووين ضيع المفتاح، كله هذا وين؟ في الصلاة. وبعض الصالحين كان إذا مرة دخلت أفعى في من كمه وخرجت من الكم الآخر ولم يدري متى دخلت ومتى خرجت، من شدة خشوع ما أحس، من شدة الخشوع الذي كان عنده ما أحس. من شروط القبول، في شروط الصحة وفي شروط القبول، من شروط القبول، من شروط القبول قبول الصلاة يعني التي لا بد منها لكي يكون للمصلي ثوابا في صلاته، شوفي الخشوع. يعني من لم يخشع في صلاته، أتى بالأركان وأتى بشروط الصحة ولم يفعل مبطلا من مبطلات الصلاة، ولكن لم يخشع بالمرة، ما خشع في صلاته. والخشوع أن يستحضر خوف الإجلال من الله تعالى في صلاته، والذي يساعد على ذلك أن يتدبر معاني ما يقول ويقرأ. إذا واحد ما خشع بصلاته بالمرة من أول الصلاة لآخرها وعم فكر بالطلعة اللي راح يروحها والسفرة راح سافرها والناس اللي بدهم يجوا عنده، ما خشع بالمرة، شو حكم الصلاة؟ صحيحة، ما بطلت. عشان هيك العلماء قالوا هذه يقال عنها شروط القبول وليست شروط الصحة. صلاته صحيحة ولكن لم تقبل. شو يعني لم تقبل؟ لأنه لم يخشع في صلاته بالمرة ما قبلت صلاته. ما معنى ما قبلت صلاته؟ أي لم ليس له ثواب. صحت، صحت ولم تقبل. صحت سقط عنه الفرض، سقط عنه الفرض ولكن ليس له ثواب في صلاته هذه إلا بمقدار ما خشع. لو أنه خشع في صلاته لأخذ الثواب. لو خشع لحظة وباقي الصلاة لم يخشع فيها فله ثواب تلك اللحظة التي خشع بها. خشع أكثر قد ما بيخشع قد ما بيكون له ثواب، ما خشع بالمرة ليس له ثواب. لذلك قالوا من شروط صحة الصلاة أن يخشع فيها ولو لحظة، يعني يكون له من الثواب بمقدار ما خشع، وأن يكون مأكله وملبوسه ومكان صلاته حلالا. من شروط القبول، نعم من شروط القبول. وكذلك الإخلاص، أن يصلي لله. فإذا كان مأكله أو ملبوسه، مأكله أو ملبوسه أو مكان صلاته حراما أيضا ليس له ثواب في صلاته. لو واحد صلى ويلبس من حرام، يأكل من حرام، لا يثاب. أو مكان الصلاة، كأن صلى في بيت هو اغتصبه، كأن أخذ بيتا لشخص بالقوة وسكن به. في ناس قد يكون متجبر يروح يستولي على بيت، مرات مثلا بيصير في حرب في بعض البلدان، ناس دشرت وهربت من بيوتها وطلعت، بعدين رجع الاستقرار الأمني لبلدهم، رجعوا لبلدهم، راحوا لبيوتهم، دخلوا على إيه؟ في ناس طلعوا ساكنين، عيلة مبسطين وساكنين وعايشين بالبيت. إيش بتسووا؟ هذا بيتنا، لا ما بنطلع، أنتوا طلعتوا منه إحنا مش واقفين دور على البسطة، روحت أنت ما أخذت مكانك يعني، لا هذا بيتي أنا. مش صارت ناس أخذت بيوتهم مثلا؟ أو بيكون مثلا مثل هاي الموضة الدارجة عنا، بتلاقيه بروح بيستأجر بيت وبيبطل يدفع لصاحب البيت، فبقول له صاحب البيت أعلم في خيلك، اركب وروح ارفع عليه قضية، لأنه عارف بدها تأخذ فترة طويلة، فبروح برفع قضية، وهذا بحط محامي وبتسلى عليه، بروح بيستأنف من جلسة لجلسة، لا استئناف لا مش عارف شو، في إلها مخارج ومطمطات كثير في هالقضايا هاي، بتمد. وأنا بعرف ناس مدت يعني عمي خلص ما هي بتفعش، لا بتمد لها سنة وسنتين عبين ما يطلع حكم شو بيسموه؟ إخلاء. فبكون قاعد بالبيت سنة وسنتين
ببلاش. في ناس بتعمد يعمل هيك، بتلاقيه ببيت بقعد سنة سنتين عبين ما يجي حكم الإخلاء بيطلع، بروح بيستأجر بيت ثاني. فبتلاقيه بقول لك أنا ما بشتري عقار، أجمد مصاري بالعقار. فمتفكر إحنا أنه هو مخ تجاري وعم بيفكر كيف يقلب الأموال، لا طلع صلبطجي. بقول لك لا، أنا لا بستأجر ولا بشتري، أنا عايش مجانا سنة على سنتين من هون وسنة على سنتين من هون. كل ما يجي يطلعوني بروح بنقول لبيت جديد، بضحك عليهم وبطلع. هذا اغتصب بيتا حتى لو انتهى مدة الأجار شرعا. شرعا لو استأجرت بيتا لسنة، اتفقت مع صاحب البيت أن العقد لسنة، فانتهت السنة ثم صاحب البيت قال لك لا أجدد وما رضيت تطلع، ظليتك فيه، أنت اغتصبت هذا البيت، اغتصبته. فصلاتك فيه أي في هذا البيت الذي اغتصبته لا تقبل، أي لا ثواب لك في هذه الصلاة التي صليتها في البيت الذي اغتصبته. هكذا الحكم في المذهب الشافعي. وأما في المذهب الحنبلي عند الإمام أحمد، من صلى في بيت اغتصبه فصلاته باطلة ما صحت. شدد أحمد في هذه المسألة تغليظاً على هؤلاء الذين يغتصبون بيوت الغير. وأيضاً أن يكون مخلصاً في صلاته، فإذا صلى صلى لله، أما إذا ما صلى مع الإخلاء ما كان مخلصاً لا يثب، ليس له ولا حسنة إذا صلى رياءً. ولو نوى الصلاة وأراد، يعني مثل كثير من الناس اللي بيوقعوا في الرياء، بقول لك أنا أردت الأجر من الله في صلاتي أو أصلي لله وأريد معها أن أمدح من الناس، أراد الذكر من الناس، فليس له ثواب في صلاته لأنه مرائي. والله تعالى قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا يقبل أي عمل صالح على اختلاف أنواع الأعمال الصالحة إلا إن كنت مخلصا فيه. يعني أنا عم بعطي درس، إذا ما كانت نيتي لله فقط، طلب الأجر والثواب من الله، ابتغاء مرضات الله فقط، لا أثاب. يعني لو إجيت قلت أنا يعني أريد الثواب من الله ومعها كمان بحب إنه الناس تعظمني وتفخمني وتدلعني وتبوس إيدي وتمدحني، يعني فعل ذلك أيضا لأجل أن يمدح من الناس، أعطى علما ليقال عنه عالم، هذا مرائي ما إله ولا حسنة. لو نفع الناس، قال العلماء حاله كالشمعة تضيء ما حولها وهي تحترق. ليه؟ لأنه ليس مخلصا، ما عمل هذا العمل لله فقط، لا بده كمان الناس تفخمه وينشهر بين الناس. من جاهد وكان أراد أيضا في قلبه أن يقال عنه بطل، أن يقال عنه شجاع، ما إله ثواب. تصدق ليقال عنه كريم حتى يمدح من الناس، ليس له ثواب. انت اذا حضرت في مجلس العلم بدك تنوي ايش؟ لله. اي طاعة بدك تعملها لله، وإلا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل سأله يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر فما له، يعني عمل عملا صالحا وأراد منه الأجر والذكر، الأجر من الله والذكر من الناس، فقال له عليه السلام لا شيء له، وأعادها ثلاثة، قال لا شيء له، لا شيء له، لا شيء له، مش قل الحسنات، ما إله ولا حسن بهذا العمل الذي كان مرائيا فيه. ثم قال إن الله لا يقبل من العمل، لا يقبل يعني الموضوع بالثواب، إلا ما كان خالصا له وما ابتغي به وجهه. وبتعرفوا إذا كان مرائي غير إنه ما إله ثواب، عليه ذنب من كبائر الذنوب، صار فاسقا. فإذا صلى أحدنا فليصلي لله. في ناس بتعمد أن يفعل الطاعة أمام الناس لكي يعظم. هلأ إحنا ما بنحكي أي واحد يعمل طاعة قدامك يعرف أنه مرائي، لا، هلأ الله أعلم بما في قلبه، قد يفعل الشخص عملا صالحا أمامك، يعني مش معيار الرياء أنه إذا كان قدام الناس خلاص انتهى، لا،
إذا واحد تصدق أمامك لا يجوز لك أن تحكم عليه بأنه مرائي، قد هو ما أراد الرياء ولو كان أمامك، قد يكون فعل ذلك لحكمة حتى يحفزك على الصدقة، عشان يقوي همتك على الصدقة، ما في معصية. أما إذا فعل ذلك لكي يمدح هذا مرائي، ذنبه من الكبائر وليس له ثواب، خاسر. وأي خسارة؟ في ناس تراه لا يذكر الله، فإذا رأى ناسا، يعني إذا جلس في مجلس أمام الناس أمسك بالسبحة وصار يذكر الله، فعل ذلك حتى يقال عنه كثير الذكر، حتى يقال عنه ما شاء الله، يعني هذا من الذاكرين يذكر الله كثيرا. أو بتلاقيه يعني بهاي النية، هاي بالقلب ما بنعرفها إحنا، بس في عنده مشكلة هو. أو بتلاقيه مثلا بالبيت بيأكل الأخضر واليابس، شره بالأكل، شره جدا، ما عنده زهد بالأكل، فإذا دعي إلى وليمة أكل من صنف لقمة أو لقمة، تلاقي حاطين الدجاج والسمك وموزة لحمة ومنسى أنا جوعان، لأن هيك عم بخطر ببالي كثير أكلات، وفي صحن إيش زبدية لبن، فإجع زبدية اللبن صار يأكل لبن، يا فلان كل، هلا أكل هذا الطعام أنا أزهد في الدنيا، يكفيني هذا، تلاقي أكل له 5 لقمات فيقول يعني أنا أكل هذا القدر فقط. ليش عم بيعمل هيك؟ أنت تعجبت مبارح، بقول هو في قلبه لما فعل ذلك حتى يقال عنه زاهد عشان يمدح. بالعكس في ناس قد أمام الناس لا يظهر، يكون هو في الحقيقة في بيته زاهد وأمام الناس لا يظهر، بيكون في الحقيقة صائم ولكن لا يظهر لك أنه صائم، ما بيجي أصلا بيقول لك ترى أنا صائم، أها لا، بالعكس بيحاول أنك ما تعرف أنه صائم. ولا نقول لمجرد أن قام أحدنا فصلى أمامنا، في صلاة جماعة، صلاة جماعة تكون قدامك، عشان هيك نرجع للنية، كرجل وجدوه يصلي فمدحوه على مسمعه، هو سمعهم شو عم بقولوا، بقول ما شاء الله إنه يعني يصلي، فقطع صلاته وقال شو قالهم كمان صايم، عشان تعرفوا بس إنه أنا كمان صايم. في ناس بتلاقيه بظلوا يحكي أنا بعمل وبسوي، يستر خلاص، يعني حتى لو ما كنت مرائي خوفا على نفسك من الرياء حتى لا يدخل الرياء، وهي مشكلة عويصة، يعني الواحد يوقع في الرياء مصيبة 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 مصيبة. فعشان يكون لك ثواب بصلاتك بدك تكون شو؟ بدك تكون مخلص، وكذا في كل عمل من الأعمال الصالحة التي يكتب فيها الثواب للمرء لا بد فيها من الإخلاص، ومن غير الإخلاص فلا ثواب. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين، وأن يجعلنا من أهل العلم، إنه على كل شيء قدير. يا رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وعافنا واعف عنا، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وثبتنا على ملة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم طه الأمين. يا رب إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا رب حدم جلودنا على النار، واجعلنا من الأبرار، وثبتنا على الحق حتى نلقاك به يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حسن الختام، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يبشرنا بالجنان. اللهم يا ربنا اشرح صدورنا وقلوبنا لما تحب وترضى، واجعلنا من أهل الصلاح والبر والتقوى، واحفظنا من الكفر والشرور والفسق والعصيان، واجمعنا مع أحبابنا في الجنة، وارحم موتانا واشف مرضانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم وحرر بلاد المسلمين من الكفرة والمجرمين، اللهم انصرنا عليهم يا رب العالمين.
اللهم وتقبل منا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طه الأمين، وتقبل اللهم منا بسبل الفاتحة. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.